وطلع عند اليوم غير يوم عن كل الايام من كل الايام. مبسوطه كثير كثير ان شاء الله. اميات الاسرى ينبسطوا زي ما انبسطت اليوم ان شاء الله. يفرج عن كل الاسرى يا رب يا الله. جاء الحبيب محمد على الشارع ارمح. ما اقدرش اكون 21 سنه ولي سنه ما شفتوش ولا عمري لمسته من يوم الحبس. حياتي اليوم مسكت الحمد لله رب العالمين. شعور الحرية لا يوصف. قديش الواحد بده يحكي على هذا الشعور بقدرش يحكيه. في اشياء جوا اذا بدك تيجي تطلعها بتقدرش تطلعها. بعد 21 سنة الواحد بقدرش يعطي الشعور. وبنفس الوقت بهذه الحرية في فرحة ناقصة انك تركت اخوة لك داخل السجون. تعرفش انه بين فرحة بين زعل بين حزن. هذا الاشي بيضل غصب القلب انك دشرت اخوتك واصحابك جوا السجن. اخوة قعدت معهم سنين من حياتك. قعدت معهم اكتر ما قعدت مع اهلك. هذا الاشي بيضل قديش بدها تكون الفرحة كبيرة بس في حزن بالقلب. احزن ما شفت الحجة. هذا شعور لا يوصف. الحمد لله رب العالمين ربنا روحني هي بصحتها وبعافيتها هي والوالد يا رب يا الله. رسالة الاسرة انهم يتوحدوا الفصائل يكونوا ايد واحدة وبلا مناكفات على الاعلام. يروح على القاهرة ويرجعوا بقرارات. ما يرجعوش بقرارات بس على الاعلام. بدنا قرارات على ارض الواقع.